هذا المشروع مهم جدا. نحن بحاجة ماسة جدا للمياه، وعندنا مياه غير صالحة للشرب، ولكن بيجي هذا المشروع إن شاء الله تعدينا المرحلة. الخطوط الجديدة هذه سوف تكون درع واقي لأي تلوث مستقبلي. يعني بهذا المشروع بإذن الله سنتجاوز هذه الانقطاعات وعملية يعني شحة المياه عندهم. أن هذا المشروع يخفف من معاناة المواطنين كثيرا، وطالما انتظرناه. بالنسبة للبلاد هي محتاجة لهذا المشروع في أمس الحاجة. المشروع هذا يعتبر بالنسبة لنا في مديرية عمد حلم طال انتظاره لنا، يعني فهو سيقدم خدمة لأبناء المديرية، خدمة ممتازة جدا. طبعا نشكر اليونيسف على جهودها المبذولة في تحسين الخدمة. أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز الملك سلمان على مساهمتهم ودعمهم في هذا المشروع. وباسمنا وباسم أبناء المنطقة هذا نقدم شكرنا للجميع، وجزاكم الله خيراً.